مساء الخير على كل مشاهدينا في كل مكان، يوم جديد وحلقة جديدة من إن بوكس على شاشة صدى البلد. النهاردة إن شاء الله معانا فقرات حلوة ومختلفة، بس قبل ما نقول لكم فقراتنا طبعا أسلم على صحابي وزمايلي شريف وفاروق وفاروق وشريف. أهلا ازيك يا نوران؟ أهلا وسهلا يا نورة، أنا آسف. ازيك يا نورة؟ ازيك يا شريف؟ ازيك يا شريف؟ ده ذنب خطيب، عشان خطيب دايما بيغلط في اسم نوران، كل مرة يقول لها يا نورة، فأنا ولا هنصلح له، أقول له يا ابني مش دي. في الآخر هما الاتنين إيه؟ منورين الدنيا. صح، الله يكرمك. ازيك يا نورة؟ ازيك يا فاروق؟ ازيك يا شيكو؟ ازيك يا روح؟ عاملين ايه يا حبايبي؟ عامل ايه يا حبيبي؟ انت اخبارك ايه؟ 100 100، كله تمام. الجو برضو ايه، تحسوا ان احنا بنتبستر. بص، يعني حر على شويه مطره كده. هو يوم الثلاث. أيوة. يوم المطر. النهارده الثلاث صحيح. النهارده ده يوم ثابت يا جماعه. ده يوم ثابت. ده ثالث اسبوع تقريبا نفس اليوم ثلاث مطر. خلاص عرفنا السيستم. ست ايام الاسبوع حر، يوم الثلاث حر بمطره. يعني مش ساعه، حر بمطره. يعني ربنا يستر علينا جميعا يا جماعه، وخدوا بالكم لان ده بقى اكتر جو ممكن يكون بيعرضنا لنزلات برد كتير، فيعني خدوا حذركم شويه. طيب خلينا نتكلم معاكم كده النهارده في مواضيع حلقتنا او موضوع حلقتنا. من ضمن الفقرات اللي معانا النهارده زي ما حضراتكم متعودين ان كل يوم ثلاث بيكون معانا مفسره الاحلام طبعا صوفيا زاده، وبنتكلم معاها عن كل الاحلام اللي ممكن تكونوا اتعرضتوا ليها او حصلت لكم، وتقدروا طبعا تشاركونا باتصالاتكم وتعرفوا كل تفسير احلامكم من ضمن فقراتنا النهارده. تابعونا ان شاء الله. طيب بصوا بقى، يعني النهارده هيكون معانا فقره مهمه جدا، وفقره يعني هي خاصه بكل بقى ايه، حديثي الزواج، وبرده اللي لسه بيفكروا في الجواز واللي هم متجوزين بقالهم فتره برده. ايه الموضوع؟ اهم حاجه في فكره مشروع الجواز انك تفهم ازاي ممكن انت كزوج او كزوجه تعاملوا اهالي بعض. يعني ايه؟ يعني الزوج ازاي يعرف يعامل اهل زوجته، والزوجه ازاي تعرف تعامل اهل زوجها. لان الحاجات دي لو ما اتظبطتش كده بيبقى فيها بعض المشاكل الكبيره جدا اللي ممكن يعني بتعرض بعض الناس يعني للانفصال او للمشاكل اللي هي زي مصانع الحداد كده مش بتنتهي يعني. فطبعا النهارده هينورنا من اخر فقراتنا بقى في اول ساعه الدكتور ناديه جمال الدين، وهي يعني استشاري علاقات اسريه وكمان ارشاد نفسي، علشان بقى تقول لنا نعمل ايه وما نعملش ايه بشكل ان شاء الله يكون ايه في توازن كده وصحي باذن الله. حلو قوي. اما دلوقتي فطبعا هنتكلم معاكم عن الحدث الاهم والابرز اللي مصر بتمر بيه الفتره دي، وهو مؤتمر قمه المناخ اللي بتستضيفه مصر لاول مره في تاريخ المؤتمر في شرم الشيخ. وطبعا النهارده حابين نتكلم معاكم طبعا عن ابرز الفعاليات اللي موجوده، وكمان عن دور الشباب في المؤتمر، واللي حابين برضو ان احنا نتكلم عنه بشكل تفصيلي اكتر النهارده. ويمكن احنا مش بنتكلم عن دور الشباب المصري فقط، ولكن بنتكلم عن الشباب العربي والأجنبي اللي ليهم حقيقي دور فعال وملحوظ، سواء في قمة المناخ أو حتى في الفعاليات المصاحبة ليها، وخصوصا كمان أنه في فعاليات معمولة مخصوص للشباب، ويعني مدين لهم كده مساحة للتعبير عن آرائهم وعن اقتراحاتهم وطرح حلول للأزمة المناخية. وده يعتبر يعني حاجة بتحصل من خلال المنطقة الخضراء اللي بتضم الشباب والمؤسسات الحكومية والغير حكومية في مكان واحد، عشان يكون في فرصة للرأي والرأي الآخر زي ما بنقول. بالظبط. ويمكن كمان زي ما احنا اتكلمنا مع حضراتكم من خلال تغطيتنا طبعا للمؤتمر بشكل مستمر، ان احنا قلنا ده دور وجود الشباب وتمكين الشباب، خصوصا كمان من مؤتمر كوي 17، وده ممكن يكون في نسخته ال 17. والموضوع كويس جدا، كويس من ناحيه ان احنا فعلا دور الشباب بيكون موجود، وطرح الراي والراي الاخر، وان هم يكونوا ليهم مشاركه فعليه على ارض الواقع. يمكن كمان دي رؤية مصر الجديدة، ان يكون الشباب ليهم دور، وكمان ان انت بتطلع كوادر ان هي تقدر تكون مشاركة عامة في بناء وطنهم. ومن ناحية اخرى كمان المتطوعين، كان في شباب كتير جدا احنا اتكلمنا عنهم في الفترات الاخيرة متطوعين بشكل كبير جدا لتنظيم المؤتمر طبعا، وكل حد بيكون عليه اتجاهات ان هو يكون مفروض عليه ان هو يقدر يساعد بيها الدولة طبعا، ان هو يخرج المؤتمر طبعا باحسن صورة. فدي حاجة مهمة جدا،
ويا ريت طبعا ان كل الشباب اللي بيكون ليهم فرصه ان هم يشاركوا ويستغلوا الموضوع ده طبعا بافضل استغلال، لان دي حاجه مهمه جدا ان هي تقدر تمكنهم في المستقبل القريب طبعا ان هم يكون ليهم شان كبير في الدوله المصريه. عظيم جدا. يمكن كمان من اول المحافظات يعني اللي خلاص بتتعامل بقى بكل شيء اخضر او بالطاقه النظيفه وخلافه، يعني هي طبعا مدينه شرم الشيخ. شرم الشيخ طبعا يعني دلوقتي اتحولت لمدينه خضراء في وقت قياسي جدا، وكمان ده بيثبت ان احنا يعني قادرين في اي وقت من الاوقات ان احنا لو عايزين نعمل شيء محدد يعني خاص بالبيئه الحمد لله بنتكاتف وبنعرف نعمله. طيب وطبعا كمان من ضمن اللقاءات الهامه طبعا ده كان برضو الاجتماع النهارده اللي كان خاص وفيه القاده والزعماء وطبعا السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبنتكلم على الطاقه البديله اللي احنا المفروض يعني يتم استخدامها الفترات اللي جايه، لان الموضوع فعلا الموضوع مش سهل، الموضوع كبير جدا، ولازم كمان يعني بقدر الامكان ان احنا ناخد بالنا ونراعي المنطقة دي، لأن احنا برضو بنتكلم في الحالة الخاصة شوية في التوقيت يعني اللي احنا فيه ده بالنسبة لأوروبا، ان هم هيعملوا ايه طيب؟ يعني احنا بنتكلم كمصر، احنا بنحاول بنسعى كدولة يعني نامية لسه ان احنا بنقول يا رب كده، بس برضو ايه بنعمل اللي علينا. طيب انتوا اللي بتعملوا الكلام ده بره وبيعود علينا احنا بالسلب، يعني بالزبط. احنا من الآخر كده المشاكل اللي هي خاصة بالتلوث الأكتر منها جاي من أوروبا على فكرة، والمشاكل اللي خاصة يعني بأغلبية الحاجات اللي بالبيئة برضو مش من مصر ولا بس من أفريقيا، لا هي جاية برضو من بره. لو بنتكلم على أن ممكن يحصل طفرة حديثة من الصناعة وكل شيء، فبرضو ده لا يغني يعني أن هم ما بيقعوش في سلبيات. طب إحنا دلوقتي داخلين في الشتاء، هم هيعملوا إيه؟ إيه الوسائل البديلة للطاقة عندهم اللي هيستخدموها واللي برضو هتحافظ على المناخ؟ هل هيرجعوا مرة أخرى لاستخدام الطاقات اللي يمكن اللي هي فيها تلوث وممكن تعمل احتباس حراري وخلافه طبعا من المشاكل اللي احنا حفظناها دلوقتي ولا لا؟ فالمؤتمر ده والحدث ده في التوقيت الحالي انا شايف ان هو هام جدا، هام جدا مش بس لمصر، لاوروبا كمان. هم لازم يفهموا ويكونوا يعني على يقين كامل ان هم المشكله من عندهم هم اكتر مش من مصر بس. مصر هي متضرره بناء ونتيجه من اللي بيحصل بره، بس احنا الحمد لله ده بيبين يوم بعد يوم ان مصر قادرة دايما ان هي تقدر في اي وقت من الاوقات ان هي يعني تبقى قائدة والحمد لله يعني ملمة بكل شيء وكمان تجمع العالم كله في ارضها. حلو قوي. طيب بما اننا النهارده بنتكلم بقى عن دور الشباب العربي في مؤتمر قمة المناخ، معانا دلوقتي على التليفون ريم من البحرين، وهنسألها بقى بالتفصيل عن مشاركتها في مؤتمر قمة المناخ. الو ريم خالد. الو يا ريم. الو السلام عليكم. وعليكم السلام. ازيك يا ريم منورانا. بخير الحمد لله. يا هلا فيكم. اهلا بيكي. يعني ريم احكي لنا كده في البدايه عن مشاركتك السنه دي في مؤتمر قمه المناخ وازاي اشتركتي، وبالمناسبه برضو هل دي اول مره كنت تزوري مصر ولا لا؟ ايه اكيد. طبعا معاكم ريم المريخي من البحرين، عضو في مجلس الشباب العربي للتغير المناخي. طبعا بس حبيت اقول لكم نبذه بسيطه عن مجلس الشباب العربي. هو مبادرة من مركز الشباب العربي بالتعاون مع وزارة التغير المناخي والبيئة ومكتب المبعوث الخاص لدولة الإمارات في شؤون التغير المناخي. طبعا كلهم تحت مظلة جامعة الدول العربية. والمجلس مكون من 12 عضو من مختلف الدول العربية. أنا زرت مصر من قبل، زرت مصر في شهر واحد علشان أحضر منتدى شباب العالم، وطبعا يعني أنا انبهرت المرة الأولى وانبهرت المرة الثانية طبعا من كمية الجهود المبذولة والسلاسة والسهولة في التعامل بين الجميع. يمكن احنا مسافرين بس ما نحس ان احنا مسافرين، نحس ان احنا بين اهلنا واخواننا واصحابنا. حقيقة يعني الجميع يرحب ويساعد ومتوصي فينا صراحة. اهلا وسهلا بيكم يا ريم، تنورتونا. والله ودي بلدكم الثاني اكيد مصر. يعني كلمينا يا ريم عن مشاركتك السنة دي. السنة احنا مشاركين انا والاعضاء معايا في الكوب 27، وقبلها كنا مشاركين في الكوي اللي هو يعني نموذج مصغر بس للشباب فقط. مشاركين في جلسات
يعني بانلز مختلفة يعني مركزة على دور الشباب العربي في مجال التغير المناخي والبيئة. أنا حضرت يعني ورشات كثيرة، يمكن أكثرها في مجال تمكين المرأة في العمل المناخي ودور الشباب. وحضرنا وزرنا أجنحة الدول الموجودة هني اللي منظمينها الأعضاء، تعرفنا على الوفود وممثلينهم والمشاريع اللي هم يشتغلون عليها في دولهم، واللي يعني متطلعاتهم وأهدافهم حق المستقبل إن شاء الله في مجال التغير المناخي والبيئة. دور عظيم طبعا يا ريم ليكي طبعا ولكل زمايلك، بس برضو حابين نعرف منك برضو تفاصيل اكتر عن يعني رايك في تنظيم مصر طبعا لقمه المناخ السنه دي، ونيابه كمان عن افريقيا كلها. عفوا بس الصوت شويه بعيد. بقول لك عايز اعرف رايك طبعا في تنظيم مصر لقمه المناخ نيابه عن افريقيا، ايه رايك في التنظيم؟ والله صراحه يعني التنظيم احنا يعني ما نقدر نتكلم عليه صراحه، يعني جهود جباره شاكرين احنا لها يعني كل الجهود المبذوله اللي بذلوها الاعضاء يعني من التنظيم يعني انا هاي ليفل وبعد اون ذا جراوند، يعني ما نلتفت احنا ولا نشوف احد، يعني الكل مستعد انه هو يقدم الخدمات ويعني سلاسه في كل الامور الصراحه. يعني يمكن احنا اختيار مصر ان هي تكون الدوله المستضيفه من افضل القرارات اللي يمكن تساعد على نجاح هاي المؤتمر. الحمد لله. عظيم جدا. طيب ريم، ايه رايك في شرم الشيخ وبالاخص كمان بعد ما تحولت بقى لاول مدينه خضراء بالكامل؟ شرم الشيخ مدينه جميله جدا، فكره ذكيه صراحه ان تمت استضافه الكوب في شرم الشيخ بحكم يعني تنوع تضاريسها وال يعني التنوع الحيوي في الارض وفي البحر الاحمر، يعني احنا جايين نتكلم عن البيئه والمناخ فعلا في الارض اللي يعني تمثل لنا البيئه والمناخ والكوكب. يعني ريم نورتنا جدا وشكرا جدا ليكي واهلا بيكي في مصر. شكرا جدا ليكي يا ريم. طيب معنا برضو على التليفون سلطان الحارثي من دوله الامارات الشقيقه. يا سلطان اهلا وسهلا بيك، منورنا وكل طبعا اخواتنا العرب وبالاخص كمان الاماراتيين، نورتونا جدا. بنوركم وسعيدين جدا نكون معاكم. شكرا جدا ليك. كلمنا عن المؤتمر وفعاليات المؤتمر وكمان الدور الخاص بالشباب وكل بقى ما يخص البيئه من وجهه نظرك. اولا يا سيدي انا فخور جدا كاماراتي وكعربي ان يقام مؤتمر كهذا في دولة مصر الشقيقة، جمهورية مصر الشقيقة. طبعا يعني دائما ما تفاجئنا بقدرتها على استضافة المؤتمرات الكبيرة، فوجودي في هذا المؤتمر بحد ذاته استفدت منه الكثير سواء من الشباب المصري أو من الخبراء أيضا على مستوى العالم. فوجودي هنا يعني ونظرتي لمصر طبعا في كل مرة أزورها تكون أحلى وأفضل وتقدم أفضل ما لديها للناس الزائرين سواء من الناس اللي محبين في مجال البيئة أو المجالات الأخرى. حلو قوي. طيب سلطان حابين برضو نتكلم معاك عن مدينة شرم الشيخ، وزي ما كان بيقول فاروق من شوية ان هي تعتبر اول مدينة في مصر صديقة للبيئة وتحولت لمدينة خضراء، ايه رأيك في شرم الشيخ والتحول اللي حصل وكمان عن المنطقة الخضراء اللي هناك؟ بصراحة انا لمست في مصر وفي عفوا بالخصوص شرم الشيخ وفي اهل شرم الشيخ معرفتهم اكثر عن متطلبات البيئه الخضراء وشو الاشياء اللي لازم تواجدها في المدينه عشان تصبح خضراء، فقمنا نشوف حتى في الفنادق وتعامل الموظفين، قمنا نشوف حتى في الناس اللي من ابسط الناس حتى اللي بيسوقوا التكاسي معرفتهم والمامهم بمتطلبات البيئه الخضراء وكيفيه الحفاظ عليها، فهذا شيء جدا تشكرون عليه وفعلا اعطانا انطباع جميل عن مصر والمصريين. سلطان برضو خليني اعرف منك برضو دورك ايه بالظبط على ارض الواقع انت وزمايلك ومشاركتكم بالظبط عن ايه؟ نحن من ضمن مجلس الشباب العربي للتغير المناخي. دولة الامارات عندما بدأت بالاستثمار في الشباب شافت انه الكلايمت تشينج او التغير المناخي لا يعتمد على حدود معينة، فبالتالي حدود الوطن العربي كلها كوطن واحد، فاستثمرت في الشباب العربي ككل فكوننا مجلس الشباب العربي للتغير المناخي
وألينا على نفسنا أن احنا لابد نشارك هالمشاركة العربية في دولة عربية شقيقة، ونتعلم ونضيف كل خبراتنا من ضمن السيشنز أو المحاضر اللي كانت من ضمن المؤتمر. سلطان، يعني برضو عرفنا كده وعرف الشباب ايه أكتر الحاجات خطورة على الكوكب بشكل خاص. يعني عايز أعرف منك ايه اللي بيأثر بشكل كبير على الكوكب ده، وطبعا اللي بينتج عنه يعني التلوث بكافة أشكاله وأنواعه. يعني ايه أكتر حاجة كانت ممكن خاصة داخل المؤتمر بنتكلم عليها داخل القمة يعني، وبرضو ايه الطاقات البديلة اللي احنا المفروض الفترة اللي جاية يتم استخدامها؟ وعلى ما اعتقد النهاردة كان يعني كانت واضحة الجزئية دي من خلال طبعا اللقاءات الهامة اللي تمت اليوم. السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي قال كلمة جدا جميلة في افتتاح المؤتمر، تكلم على انه القمة هذه او المؤتمر هذا قمة التنفيذ، مؤتمر التنفيذ، لابد ننتقل من مرحلة الكلام لمرحلة التنفيذ، وهذا فعلا الشيء اللي احنا محتاجين له، خاصة في كوب عربي افريقي يجمع الوطن العربي والامة ككل. وهذا الشيء اسعدني بصراحة، لاني قمت اشوف انه التوجه في جميع الخطابات اللي كانت موجودة او جميع المحاضرات اللي كانت موجودة والنيغوشيشن اللي كان موجود كان عن مرحلة التنفيذ، شبعنا كلام لازم نبدأ مرحلة التنفيذ، والأهم من ذلك أن نحن ننسق أيضا للكوب 28 بيكون في دولة الإمارات، ونتمنى نشوف مشاركة من الشباب العربي ككل، ليس فقط المختصين بهذا المجال، لأن المجال هذا لازم يتعلق بجميع من يعيشون على كوكب الأرض. حلوة قوي. طيب سلطان، لو هتقول لنا كده عن أبرز الحاجات اللي لفتت نظرك لحد دلوقتي، سواء من ناحية تنظيم المؤتمر أو ككل اقتراحات حلول قضايا تم مناقشتها، إيه أبرز الحاجات اللي لفتت نظرك لحد دلوقتي؟ بصراحة اللي لفت وجهة نظري في هالفترة هذه هو يعني تحس باختلاف الناس وباختلاف دولهم وثقافاتهم اجتمعوا على وجود حلول لمشاكل التغير المناخي، فبالتالي كان في كل سيشن وفي كل جناح من أجنحة الدول المختلفة بتشوفوا اختلاف الجنسيات الحاضرين لهذه المحاضرات في كل دولة، سواء كانت عربية أو أجنبية شو ما كانت تكون، ولكن في وجود مكثف من مختلف الدول، وهذا يعطي تناغم ونجاح فعلا شاهدناه من المنظمين على والقائمين على هذا المؤتمر في مصر. سلطان، برضو خليني عايز أعرف منك أكتر، يعني يمكن يكون وجودك في شرم الشيخ، هل أنت شايف دلوقتي أن المؤتمر ده هيقدر يأثر فعلا على دول العالم ان هم يكونوا بينفذوا فعلا، خصوصا ان احنا بنعمل نداء حقيقي زي ما انت قلت من فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، ان هو بيأكد ان كفاية كلام ولازم ان احنا نتحرك علشان خلاص يعني مش عايزين نخش في مرحلة ان الوقت ازف. هل انت شايف ان هم فعلا واخدين الموضوع المرة دي على محمل الجد، خصوصا دول اوروبا، وان هي اكثر الدول انبعاثا طبعا للملوثات اللي مأثرة على المناخ؟ طبعا يا سيدي، اللي شايفينه حاليا ان نحن نتقدم من مرحله كان لينا الخيار فيها ان نحن نختار نتحرك ولا لا. نحن الحين نفس ما قال السيد رئيس الجمهوريه بانه الحين نحن مجبرين ان نتحرك بالزبط تجاه هذه القضايا، وانا اعتقد ان جميع الدول وافقوه الراي، لان شفنا تحرك على مستوى الدول كافه انهم يجدون حلول ويتحركون فيها، لان ما بقى عندنا وقت. الاثار السلبيه للتغير المناخي نشوفها في جميع الدول حاليا، وشفنا معاناه الكثير من الدول والمشاكل اللي صارت بسبب التغير المناخي، فحتى اللي صار اللي كان مش مؤمن بهذه القضيه قام يشوفها ويشوف اثارها على محمل الجد، فبالتالي شفنا تحركات من الدول، وحتى الدول اللي كانت مش موجوده في كوب 26 في غلاسكو قمنا نشوفها مشاركه وبجديه وبتفاعل في كوب 27 في شرم الشيخ. طيب سلطان، اخيرا كده عايز اعرف منك، تتوقع ايه هي اهم التوصيات اللي ممكن نطلع بيها من خلال المؤتمر ده او القمه الكبيره دي؟ عفوا الصوت خفيف، ممكن تعيد؟ بقول لك عايز اعرف منك، تتوقع ايه هي اهم التوصيات اللي ممكن نطلع بيها من خلال القمه؟ طبعا الحمد لله بمشاركتي في اكثر من جهه ومشاركتي في بعض النقاشات اللي صارت،
انا اشوف ان فعلا كثير من الدول قامت تعمل اتفاقات داخليه للاستفاده من بعضهم او من امكانيات بعضهم في سد الفراغات وايجاد حلول لمشاكل تغير المناخي. فاللي بشوفه انه كل دوله تشوف ان في دوله اخرى لديها الامكانيات فتطلب مساعدتها، وهذا اللي قمت اشوفه فعلا موجود بين الاجنحه. والافضل من ذلك ان شفت ان في اعتراف من الدول اللي كانت مقصره في بعض الامور الخاصه بقضايا التغير المناخي، الاعتراف على قولتهم هو اول الحل، وفعلا قاموا ياخذون خطوات ناجحه وممكنه باتجاه الحلول ان شاء الله. ان شاء الله. سلطان الحارثي، طبعا شكرا جدا على المداخلة التليفونية من دولة الإمارات الشقيقة. طبعا دور هام جدا وفعال برضو يا نورة وشريف للشباب الحمد لله العربي ومصر، ان هي عارفة ازاي يعني يكون الكل يعني ملتف حواليها كده من مختلف الجنسيات والأعمار. حلو انه اللي اكدوا عليه تقريبا التليفونين اللي كانوا معانا على فكره التنظيم وقد ايه مصر يعني منظمه المؤتمر القمه بشكل يعني يشرف، وفكره انه شرم الشيخ زي ما كنا بنتكلم انها تبقى اول مدينه خضراء يمكن بكل التفاصيل اللي فيها، والتحول كمان اللي حصل لها في وقت قياسي قوي قادر يثبت انه لا احنا عندنا قدره ان احنا نغير وفي وقت قصير ونقدر نعمل حاجه باعلى جوده ممكنه وممكن كمان تبهر كل الناس اللي حوالينا. يمكن من ضمن التفاصيل برضو اللي موجودة في شرم الشيخ انه المنطقة الخضراء دي تعتبر اكبر منطقة خضراء من حيث المساحة اللي اتعملت في كل تقريبا قمم المناخ، والمميز فيها السنة دي ان هي اتعملت على شكل زهرة اللوتس طبعا اللي كانت بتزين المعابد الاثرية في العصر الفرعوني. كمان وسائل النقل في شرم الشيخ دلوقتي بقت معتمدة على الغاز وكمان على الشحن بالكهرباء، وتقريبا بيتم الانتهاء دلوقتي من تحويل كل العربيات وتبقى شغالة بالغاز الطبيعي ورفع كفاءة وإنشاء الطرق والكباري. ويمكن دي خطوات مهمة جدا. صح. مش بنقول ان احنا عاملين مؤتمر قمة للمناخ واحنا ده مش متنفذ عندنا، فحلو ان احنا بدأنا بشرم الشيخ طبعا بما انها هي اللي مستضيفة المؤتمر، وحلو ان احنا بعد كده نبدا ان شاء الله ناخد خطوات ان هي تبقى موجوده في كل محافظات مصر واهمهم طبعا القاهره. المحافظات الاكبر اكيد بالزبط. طبعا اكيد طبعا. انا الملفت بنظري ممكن برضو انا اتكلم معاكم في النقطه دي سريعا ان مصر احرجت العالم بالكامل. يمكن كمان ان احنا لما نقول ان سياده الرئيس لما طلع قال لك لا احنا لازم نتكلم لازم ننفذ كفايه كلام بالزبط. وكمان في ظل ظروف الأزمات الاقتصادية اللي بيمر بيها العالم وتأثر العالم بيها جميعا وإحنا كمان، خصوصا لا أن مصر قدرت تعمل أول رحلة طيران بالوقود الحيوي ورحلة طويلة مش قصيرة، وكمان رؤية مصر في 2050 أن تكون جميع طبعا المنشآت وجميع طبعا الاستهلاكات والوقود تكون من الوقود الحيوي، فده الوقود اللي هو صديق للبيئة. فعجبني أن التنفيذ حصل طبعا بقى على مدينة شرم الشيخ ان هي تكون خضراء بالكامل، وان هو ما يكونش زي ما انت قلت يا نورة ان هو ما يكونش مجرد مؤتمر وهيروح لحاله زي ما احنا بنقول، لا ده كان فيه تنفيذ على ارض الواقع، وان هي بدأ امر الواقع ده يطلع من مصر. ان ده انا شايفه ان ده فعلا احراج للعالم كله، ان احنا لا احنا مش هنتكلم احنا هننفذ، لان مش احنا اصلا السبب في ده، احنا اقل سبب في ده، وان ده اصلا جاي من عندكم واحنا برضو اللي بنساعد ان احنا بنتحمله وبنساعد فيه. فصراحه دي حاجه مشرفه جدا. بص يا شريف، يعني يمكن كمان برضو يعني انتوا برضو لخصتوا بعض الكلام المهم جدا انت ونوره، ان احنا شعار المرحله الحاليه هي التنفيذ. يعني احنا بنتكلم او كمان زي ما اخذنا المداخلتين معانا من ريم ومن سلطان واكدوا برضو يعني اهو معانا يعني في اتنين من الشباب من دول مختلفه، واكدوا ان احنا السنه دي يعني الاعتماد الكلي والكامل على التنفيذ من خلال القمة. يعني ايه؟ يعني احنا بنتكلم خلاص احنا قبل كده قعدنا قبل كده في القمة اللي فاتت واللي قبليها، وفي الاخر بعض التوصيات اللي طلعنا بيها ما تنفذتش بشكل كبير، مش كلها اتحققت على ارض الواقع. ونتج عنها ايه؟ نتج عنها ان احنا ابتدينا نخش في مشكلة، وده هينتج عنها يعني في القريب العاجل. خلي بالكم يعني الموضوع بنتكلم السنة بنخش السنة بنطلع منها خلاص ايه في اخرها، يعني لسه صح. من كام يوم اهو بنقول كرسون طيبين يا جماعه احنا بنستقبل معاكم
2022. كمان كام يوم هنقول لكم باي باي 22، نبدا معاكم 23. يعني معنى الكلام ده ايه؟ معنى الكلام ده ان احنا عندنا السنه بتعدي هوا، فاحنا بنخش في مرحله 20 30 وبعد كده بقى 35 وطبعا مستمرين، فاحنا لازم الوقت ده نلحق فعلا نفسنا، لان ده هيعود علينا بالايجاب بعد كده في المستقبل. عايزين الدول اللي حوالينا وفي اوروبا وحتى كمان في مصر هنا ما تتاثرش باي مشكله. فده هينتج عنه ايه؟ هينتج عنه ان احنا ممكن يبقى في لا قدر الله اختفاء لبعض الدول او المحافظات او بعض المناطق. يعني هيبقى في اجزاء ساحليه واجزاء من الدلتا مش هتكون موجوده. ده ينتج عنه ان في انبعاثات حراريه ومنها احتباس حراري وخلافه. طبعا لما اتكلمنا من يومين وكل يوم بنتكلم معاكم عن الدرجات اللي بتؤثر، يعني بنتكلم لو الدرجتين بقوا لا قدر الله 2.5 بقوا 3 درجات، هنتكلم يعني في كارثه يعني ممكن تحدث في المنطقه. فمعنى ده ايه؟ معنى ان احنا واخدين الموضوع يعني بمحمل الجد جدا، زي ما احنا شايفين على رأسها طبعا رئيس الجمهورية، كل المؤسسات يعني في تكاتف متكامل جدا، في محمل الجد من ناحية التنفيذ، من ناحية الحمد لله بعض الأمور اللي شفناها خلاص دلوقتي موجودة في شرم الشيخ، وإن شاء الله ده كمان يتحقق على أرض الواقع في بعض المحافظات الأخرى. بس ده محتاج فلوس من الآخر، محتاج أرقام، محتاج إن احنا يا جماعة الفلوس اللي المفروض جاية لقارة أفريقيا دي تبقى الفلوس دي موجودة بشكل واضح جدا، موجودة كمان بشكل منتظم لحد ما نعدي منطقة الخطر. لو بنتكلم في 2030 2035 فيبقى انت عندك الفلوس اللي تعرف تنفذ بيها بعض الحاجات الخاصة صح. بالبيئة الخاصة بعدم المشاكل اللي هي ممكن تنتج بقى عنها زي ما قلت من شوية الحاجات الكتيرة قوي دي. بس ده هيبقى عايز ايه؟ عايز فلوس كتيرة جدا، عايز تكاتف صح. عايز البعض في اوقات معينة يكون ايد واحدة، ما نجيش في اوقات معينه كده ايه ويقول لك احنا خلاص بقى احنا لا بيئه ولا مش بيئه، انا ما مش فارقه معايا الكلام ده، انا عايز حاجات معينه. حقك تاكل وتشرب وحقك تبقى انت عايز كل اللي انت عايزه، بس في نفس الوقت فكر في نفسك وفي غيرك. ومش معنى كده ان احنا بنقول ان الدنيا قافله، بكره هيبقى احسن ان شاء الله، وبكره هيبقى فيه حياه افضل والله العظيم. بس نتفائل ونحط في اعتباراتنا كده ان احنا برضو يعني في فتره كده من الزمن احنا كنا عطلانين والله عطلانين. يعني بناكل ونشرب بس عطلانين، ما عندناش بنية تحتية، ما عندناش حياة، ما عندناش حاجات كتيرة جدا. دلوقتي عندنا، دلوقتي احنا لسه بنقول بسم الله الرحمن الرحيم لحاجات بقى خلاص اتبنت وحاجات اتعملت على ارض الواقع، فنقول عليها بقى ايه؟ يا مستقبل، نقول عليها يا اقتصاد، نقول عليها ونبني. وده دورنا كلنا ان احنا نتفاعل في ده ونبني وما نهدش، ده مهم قوي. اكيد هو الحلو كمان انه الفتره دي واللي حاصل في شرم الشيخ ان هو يخليها طبعا من اكتر الوجهات السياحيه في الفتره اللي جايه، وطبعا زي ما بنتكلم عن فكره الترويج للسياحه ومش بس السياحه، كمان للاستثمارات العالميه اللي هتكون موجوده في شرم الشيخ. ويمكن ده بيحصل بالتزامن مع تطوير وتوسعه مطار شرم الشيخ، انه المفروض يبقى عنده طاقه استيعابيه ل 10 مليون سائح مقابل 7.5 مليون سائح حاليا، وان شاء الله ده يحصل في وقت قصير وقريب جدا باذن الله. وما تبقاش بس شرم الشيخ هي من يعني اكتر مكان فيه سياحه، لا بالعكس مصر كلها بكل محافظاتها، هيكون في كل محافظه زي ما بنقول كده في ايه ليها اثر معين وليها سياحتها الخاصه بيها. والسياحه رجعت يا نور على فكره. ايه؟ السياحه رجعت طبعا. والله العظيم بعض المناطق في مصر الحمد لله بقت فيها وجود للسياحه بشكل واضح جدا، ونتفائل واللي جاي يكون احسن والسياحه ترجع احسن من الاول ان شاء الله. بالظبط انت كلامك حقيقي طبعا يا فاروق. يمكن احنا شفنا اخر فتره كان في صور نازله لرسم على الخريطه ان اكتر دوله عليها ازدحام في المجال الجوي طبعا ده لمصر طبعا علشان قمه المناخ، وكمان بتزايد السياحه طبعا لدخول فصل الشتاء طبعا في اوروبا وازمه الطاقه عندهم. فالحمد لله ده برضو جاي عندنا هنا اهو بفايده. فالحمد لله زي ما فعلا كان فاروق بيقول ان الخير جاي، ولازم الناس تفكر وتعرف ان فعلا في مجهود مبذول كبير جدا علشان ناكل ونشرب وطاقه وحاجات كتير جدا، مش مجرد كلام بيتقال، لا ده حقيقي. بس الناس لازم تفكر وتعرف اللي احنا عايشين فيه ده بالظروف الاقتصاديه والعالميه اللي احنا بنمر بيها دي، ان احنا ما زلنا في بر الامان، وان شاء الله
يكون بالعكس. مستقبل مصر في افضل وفي المقدمه دايما من احسن 5 دول في العالم باذن الله. جدا جدا. طيب احنا كده خلاص خلصنا كلامنا عن يعني الجزء الخاص بالقمه، ومعلش ما تزهقوش مننا كل يوم هنتكلم معاكم عن الموضوع ده لان ده حدث كبير جدا فلازم ياخد حقه ثلاثه ومثلث. طيب هنعمل ايه بقى لو في مشاكل ما بين اهل مراتك واهل جوزك وجوزك واهل العيله عندك مع بعضها كده فيها تشابك، هنتعامل ازاي؟ هنعمل ايه؟ ازاي تعامل اهل مراتك؟ ازاي تعاملي اهل جوزك؟ كل الاطراف دي كلها عليها مسؤوليه كبيره جدا في نجاح مشروع الجواز، وده مهم قوي قوي. بعد الفاصل هينورنا الدكتور ناديه جمال الدين، وهي طبعا استشاري علاقات اسريه وكمان إرشاد نفسي، فقرة هامة جدا، خليكم معانا. طيب يا جماعة زي ما احنا كنا بنتكلم في بداية حلقتنا المرة دي ان احنا بنتكلم عن بقى مشاكل المتجوزين او المشاكل اللي ممكن تيجي من اهل جوزك او المشاكل اللي ممكن تيجي من اهل زوجتك. كلنا بنسمع عن المشاكل دي، ومشاكل دي متكررة بصفة دائمة، ومحدش دايما بيقدر يوصل ليه انسب حل. يمكن لما احنا بنيجي نفكر بصوت عالي ونكون بعيد عن اي مشكله نقدر نقول ان احنا بنلاقي حلول ان احنا لازم تتحط، والحلول دي ممكن تكون ان هي في خط احمر كل واحد ما يتجاوزوش، علشان دي بتبقى بتسمى يعني بالمنطقه الحساسه شويه، وكل حد ممكن يكون بياخدها على نفسه او على كرامته بصوره كبيره. يمكن كمان لما الاطراف بتكتر بيبتدي يحصل هنا هو بقى يعني نقدر نقول ايه مشاحنات كتير وتفاصيل كتير، وطبعا بتنتهي في الاخر يا خطوبه ما بتتمش يا جوازه طبعا بيضطر ان هم ياخدوا طريق الطلاق طبعا لا قدر الله. كل اللي احنا بنتكلم معاكم فيه ده علشان برضو يكون معانا النهارده ضيفتنا الدكتوره ناديه جمال الدين حسن، استشاري علاقات اسريه وارشاد نفسي، نقدر نعرف معاها ايه اسلم الطرق في المشاكل زي دي. ازيك يا دكتور؟ اهلا بحضرتك. منورانا. الحمد لله. ربنا يخليك. ازيك يا دكتور؟ الحمد لله. النهارده جايين نهدي الدنيا ولا لا؟ لازم نهدي الدنيا. طيب مستعده؟ يلا بينا. اي سؤال من نوره خلي بالك. تمام. انا فخ خلي بالك. جايه يا استاذه نوره انت؟ انا فخ. لا دكتور حابه ابدا معاكي في البدايه كده. يمكن ناس كتير فكرة تدخل الأهل أو أنه تحصل مشاكل سواء من جانب أهل الزوجة أو أهل الزوجة زي ما كان شريف بيقول، ناس بتقول أنه لا المفروض أن أنا أبدأ بدري وأحط حدود بدري سواء من أول ما نتخطب أو أول ما يتم التعارف، وناس ثانية بتقول لا وأنا ليه أتوقع البلاء قبل وقوعه، لما تبقى تحصل مشكلة أبقى ساعتها أتكلم وأبقى أحط حدود. إيه الصح؟ المفروض أحط حدود مع الأهالي إمتى؟ تمام. مش نحط حدود مع الأهالي، لا مش هو حدود وحشة، لا مش هنقول طبعا حدود وحشه خالص، بس هو ايه الصح؟ الصح ان اي طرفين بيبداوا علاقه مع بعض بيبقى ليهم شويه اسس كده بيتفقوا عليها. بما انهم طبعا ان هم قرروا ان هم يرتبطوا فهم موافقين على بعض، فبالتالي شكل حياتهم هيبقى ازاي؟ شكل حياتهم هم الاثنين اللي بيحددوه من خلال طبعا طبيعه شخصيتهم، من خلال حياتهم الاجتماعيه، حياتهم ثقافتهم، مدى ارتباطهم بكل اللي حوالين منهم، فهم الاثنين بيحطوا اسس مع بعض. اكتر اساس فعلا لو وقع منهم وبيجيب مشاكل هو التدخل، والتدخل مش شرط يكون من اهل الزوج او من اهل الزوجه، لا التدخل بصفه عامه، صحاب، اصحاب، اصدقاء، اهل، زمايل. خلينا اقول بما ان الاهل هم من الدرجه الاولى اللي بيبقوا مقربين للطرفين، فهم بيبقى مصدر مشاكل، بيبقى مصدر مشاكل عند تدخلهم، بمعنى ان هم بيبقوا عايزين بنتهم تبقى في احسن حال، او بنتهم ما يبقاش عندها مشاكل هم ما يعرفوهاش او يلحقوا ان هم يحلوها بدل ما المشاكل بتكبر معاه، فيبداوا يتدخلوا ويبداوا يسالوا ويبداوا يشوفوا الدنيا ايه عشان يمشوا معاها على خطوات معينه. وفي نفس الوقت برضو الشاب بيبقى حياته جديده بيبتديها، ما عندوش خبره. في نفس الوقت برضو بيدخل على عيله جديده، مش شخصيه جديده وبس اللي بيرتبط بيها، لا ده بيدخل على كيان جديد. فبيبداوا عايزين برضو اللي هو يامنوه بشويه افكار من طريق ثقافتهم هم طبعا. عن طريق ثقافتهم وخبرتهم. اذبح لها القطه يعني اوعى. احيانا اشكم مراتك. فده طبعا مش عايزه اقول ان هو بينفعهم، لا هو بيضرهم. فالمفروض ان هما الاثنين يبقوا متفقين ان حياتهم مشتركه بينهم هما الاثنين وبس، واي تدخل يبقى تدخل بطريقه خفيفه وبسيطه وبدون ما تحكي اي تفاصيل سواء كان الراجل او الست. ايا كانت المشاكل يعني نقسمها حاجة حاجة. طيب. يعني عايزين نتكلم معاكي فترة الخطوبة ازاي، يعني الشكل العام للتعامل بين الاهل وبعضهم وكمان ما بين الولد والبنت، وبرضه بعد الجواز
لان هنا منطقه الخطوبه برضو فيها يعني الى حد ما الحساسيه كبيره قوي بشكل كبير. اختيار الحاجات لسه في البدايه، مش عارف المكان اللي هنقعد فيه او الشقه اللي هنجيبها، الدهانات الداخليه، الحاجات اللي هي دي ممكن كل واحد ليه وجهه نظر معينه عايز يحطها في التوقيت ده، مع ان الطرفين اللي هم اصلا هيتجوزوا ممكن ما يكونش ده اختياراتهم تماما، وكل واحد بيبقى برضو الى حد ما عايز مصلحه ولاده، طرف البنت وطرف الولد. البدايه في الخطوبه تكون عامله ازاي، وازاي اعمل لها يعني بشياكه كده حدود وسطيه. جميل، خليني اقول لحضرتك ان في بدايه التعارف بين العائلات، بلاش بين الشخصين، بيبقى في نوع من الحب ومن الاحترام من الموده. علاقات طيبه بتبقى بينهم وبين بعض، ازاي ان العيلتين يبقوا قريبين من بعض بس بطريقه حلوه. أيوة. لكن خليني اقول بقى في اختيار الاساسيات او في اختيار شكل الحياه، المفروض ان هو يبقى على الطرفين اكتر، لان هما اللي بيختاروا حاجتهم بنفسهم. بس في نفس الوقت عايزه اقول ان الاهل بيتدخلوا، بس بيتدخلوا في حته الامكانيات الماديه شويه، لكن الاختيارات والالوان ونجيب ايه ونحط ايه هنا ونحط ايه هنا، فالمفروض ان هو بيرجع للزوجين. ليه؟ ده بيتك انت، انت اللي حابب الوانك، حابب اوضتك تبقى شكلها ايه. ممكن انت تكون محتاج حاجات بسيطه جدا مش مكلفه بالنسبه له، ممكن هم عايزين يجيبوا لك احسن حاجه، فهنا هيحصل اختلاف. انت مش هتبقى مرضي بالحاجات الاوفر قوي اللي هم عايزين يعملوها معاك، بس هتبقى مرضي باختيارك الشخصي، هتبقى مرضي بذوقك انت. نفس الكلام برضو البنت بتبقى بتحلم بشكل شقتها، بتحلم بخصوصيتها اللي هي لسه بتبتديها. مظبوط. فالاهل لما بيتدخلوا هي بتحس ان ده مش اختيارها. طب معقول حتى حياتها الشخصيه مش هتبقى هي المشاركه؟ مشاركه ازاي؟ لا، هي مش هتبقى هي الاساس في اختيارها. طبعا ده مش صح. فخلينا نقول خلي العيلتين يبقوا محترمين بعض وبيحبوا بعض ومع بعض في المناسبات كلها، لكن في الاختيار وفي شكل الحياه للطرفين لا، بتاعهم هما بس. يعني نقول الكلام ده؟ هو لازم يتقال طبعا، ويبقى في حدود. حدود بمعنى ان انا مش هزعل اهلي، بس اعرف اهلي انا حابه ايه او حابه ابدا حياتي ازاي، وفي نفس الوقت اعلمهم في حاجه جديده بقى بالنسبه لي، صفه جديده، حاجه اسمها خصوصيه. حاجه اسمها خصوصيه بيني وبين الطرف الثاني، ودي شويه لو احترمتها فعلا من الاول وحطيت ليها حدود بس بشياكه وبذكاء، بحيث ما ازعلش اللي قدامي، هعرف احافظ على وقت طويل قوي في العلاقه. طب دكتور، انا عجبني قوي في كل الكلام ده حاجه معينه لفتت نظري، هو عجبني طبعا كل الرد، بس انا قصدي لفت نظري اكتر، انت حضرتك شددتي جدا على حته الطرفين. اكيد في بقى علاقات بيبقى فيه الطرف الاخر غائب، يعني غياب، تمام؟ فهنا بتبدا بقى المشكله مثلا في التعامل، مثلا لو هنقول الراجل هو اللي غياب، فالبنت دلوقتي منها اللي حماتها، او كمان العكس صحيح ان دلوقتي البنت هي اللي غياب فالراجل منه مثلا اللي حماه او لحماته. طب ما تيجي نتكلم على كل طرف على حد. اكيد. لو هنقول، انا هبتدي بالراجل، لاني دايما اقول ان البنت بتحس ان هو الامان بالنسبه لها، بتحس ان هو السند بالنسبه لها، بتحس ان هو المرجع ليها الاساسي والاول. فبالتالي لو الطرف ده غاب شويه مش هتبقى العلاقه فيها توازن، بل بالعكس ده هيبقى فيها مشاكل طول الوقت. صح. لان هي هتاخد الحته القياديه اللي المفروض تبقى هي المفروض مسؤوليه الراجل، فبالتالي كل قراراتها هتبقى ليها لوحدها. فلو ليها لوحدها وهتصطدم بام الزوج، فبالتالي هنا هيحصل مشاكل كتير قوي، هي نفسيا مش هتبقى مقتنعه انها اتجوزت. ما هو الجواز ده شراكه بين اتنين، حتى لو مواقف بسيطة ما بتبقاش محتاجة حل من حد بس أو محتاجة قرار من واحد بس، لا، هي محتاجة قرار من واحد، وفي نفس الوقت القرار يرجع للطرف التاني، يبقى فيه مناقشة وحوار لحد ما يقتنعوا. فتخيل كده حياة مشتركة بين اتنين وطرف واحد بس اللي هو موجود. فبالتالي مفيش توازن، يبقى هنا هيحصل مشاكل كتير قوي، وده غلط. بالظبط. طب لو قلت إن الزوجة هي اللي دورها مش موجود، هيجي عليها وقت من الاوقات وهتحس ان هي ملهاش شخصيه او ضعيفه الشخصيه او ملهاش دور في حياتها، هتبدا برده هنا المشاكل. الراجل على فكره طول الوقت هو مش محتاج الست في حاجه واحده، لا، هو محتاجها في يومه كله، محتاجها في تفاصيل حياته. فلما ما يلاقيهاش، هل في حاجه اتغيرت عليه؟ يعني ايه هو اتجوز ومش حاسس باحساس الجواز ان حد مشاركه في كل تفاصيله؟ فاعتقد برده ان هيبقى حاجه ناقصه منه. وهنا العلاقه اول ما بيبقى فيها خلل وعدم توازن، تعالى بقى يلا بينا نعد مشاكل كتير قوي، حتى لو بالزبط. مواقف بسيطه هم مش هيعدوها لبعض، لان كل واحد عنده مخزون من اللي قدامه، ان انت قصرت فيا في واحد واثنين وثلاثه وانا ما لقيتكش لما كنت محتاجه لك، يبقى انت جاي تطلب حقوقك ليه؟ ما انت واجباتك اصلا ما بتتعملش او مش متشاف. فبالتالي هيحصل مشاكل كتير قوي، واكيد العلاقه مش هتستمر. عارفه يا دكتور كده في الطرف الاخر بيجي بعد الهنا بسنه، دي اكبر. هو جه متاخر. متاخر بعد مثلا نقدر نقول سنين، فاللي هو لما جه بقى يحاول يعمل، اللي هو هتلاقي الطرف الاخر مش هيتقبله، هيقول له انت كنت فين طول الوقت، او بمعنى اصح تاني هي بتبقى اي طرف فيهم بقى
بيبقى سيستم ان هو عايش حياته لوحده، بيعرف يمشي دنيته واموره كلها لوحده، قراراته لوحده مش مشتركه، فبالتالي لما حد يبدا يبقى جديد في حياته لا هيبقى مرفوض، وهيبقى مرفوض لوقت طويل قوي، وبرده هيحصل خلافات زي ما كنا بنتكلم دلوقتي. مظبوط. طيب دكتور، يمكن احنا دايما بنتكلم عن بعض المشاكل بقى لما بتحصل ازاي اتفاداها وازاي امنعها والحاجات دي كلها، لو اتكلمنا على البدايه خالص انه ازاي اصلا اكسب الطرف الثاني، مش الطرف الثاني اللي هو شريك حياتي بس، اكسب اهله، او الراجل ازاي يكسب اهل مراته، ايه التصرفات البسيطه اللي ممكن الشخص يعملها في البدايه خالص يخلي المكانه بتاعته تعلى او يخليهم يعتبروه انه ده فرد من البيت؟ طيب خلينا اقول لك نبدا من الاول كده، هو اول ما بدا يتعرف عليهم واول ما ارتبط ببنتهم اكيد كانت مشاعر حلوه بينهم وبينه، ومشاعر كبيره جدا أكيد. واحترام وثقه وحاجات حلوه بينهم، ايه اللي بيوحش الشكل ده؟ ما هو اللي بيوحش الشكل ده هو الطرفين، طرف من الاطراف، يا اما البنت دايما بتشتكي وبتقول ان هو طول الوقت منكد عليا، او طول الوقت مش فاهمني، او طول الوقت هو مصدر المشاكل او بدايه المشاكل، فيبداوا هنا الاهل هيشيلوا منه، حتى لو مش عارفين يتكلموا ويواجهوه فهم يعني اكيد هيغيروا التعامل، هيغيروا التعامل طبعا، وفي نفس الوقت هيعملوه بطريقه مختلفه. اوكي. فبالتالي هنا هو بيخسر نقاط كتير عنده، مع ان لو شفنا كده على النقيض التاني هو ممكن يصالح مراته بكلمه بطبطبه، لو طبطب عليها كده وقال لها خلاص معلش هتنسى اصلا القديم، لكن أيوة. عايزه اقول دلوقتي ان الاهل ما بينسوش طبعا، الاهل بيراكموا المواقف ايا كانت حلوه او وحشه بيراكموها، لكن شويه علشان بيبقى هو بيخصهم ابنهم اكتر او بنتهم اكتر، المواقف الحلوه بتتنسي قصاد موقف وحش طبعا، وبيفضلوا فاكرين له قوي، فليه انا اخلي صورته وحشه؟ ليه انا ابعده عن اهلي؟ خصوصا ان انا ناويه اتصالح معاه عادي جدا. انت ما بتبقيش ناويه تصالحي فعلا، هو بيحصل التصالح والاهالي ما بتنساش. خليني اقول لك احيانا الازواج بيبقى بينهم حوار وسخن جدا وصوت عالي، مجرد ما ابتسم او هي ابتسمت خلاص الموضوع انتهى اصلا وابتدوا يصطلحوا، لكن لو انت حكيتيه لاهلك لا خلاص الموضوع كبر. طب ما النصيحه انا عايز اعرف يعني النصيحه هنا ايه للطرفين؟ النصيحة للطرفين ان مشاكلنا بيننا وبين بعض، وبلاش نقول مشاكلنا، ما هي مشاكل، المشاكل اليومية دي انا اقدر اقول عليها مواقف بدل ما اقول عليها مشاكل، فدايما يبقى في اسلوب حوار مستمر بين الطرفين، اتخانقوا واصطلحوا، اتكلموا في كل حاجة، عبروا عن وجهات نظركم لبعض، لكن ما ينفعش يبقى في طرف ثالث يعرف اي مشكلة. تمام، ده جانب الطرفين نفسهم او الشخصين اللي مرتبطين، انا بتكلم انه انا كشخص مع عيلة، ايه اللي ممكن اعمله علشان مكانتي تزيد عندهم؟ جميل، انا بعامل عيلتي ازاي؟ اكيد بعامل عيلتي يعني مثلا بختار مناسباتهم بكون انا معاهم فيهم، بعاملهم بطريقه محترمه، بعاملهم بطريقه كويسه، الود، الاحترام، الحب حتى اللي يبقى ظاهر في تعاملاتي معاهم، الكلام ده كله هيخلي رصيدي يعلى طول الوقت وافضل محافظ عليه ومستمر فيه، واعمل مجهود اكتر لان هم اهل الفرد اللي انا هرتبط بيه التاني، فبالتالي غلطاتي هتبقى محسوبه اكتر من الحاجه الحلوه، فطول الوقت اعملهم بطريقه ان هم اهلي بس عيلتي الثانيه. عايزه اسال بس سؤال، لا عايزه اسال بجد سؤال. الكرسي بيتحرك، الكرسي هيتحرك متعجب بقى دلوقتي. اصل في حاجات بتبقى الشخصيات مختلفه عليها، يعني مثلا تيجي الحما تقول لك ايه اعتبريني زي مامتك، ولو زعلك في حاجه تعالي احكي لي، فهل هنا ده فخ؟ يعني هل انا المفروض اروح واحكي لها ولو في مشكله فعلا هي تساعدني فيها، ولا هو في الاول وفي الاخر هو ابنها وهتتضايق عليه ومش هتشوف ان هو غلطان وهتشوفني انا اللي غلطان؟ يعني المفروض ابقى بتصرف ازاي؟ طب حضرتك اولا قلتي الحل اول ما يعني قبل السؤال، اللي هو ده فخ، هو ده فخ، هي ممكن تتعاطف معاكي وبتختلف من طبيعه شخصيه لشخصيه طبعا، هتتعاطف معاكي وهتزعل ممكن عشانك وعايزه تجيب حقك، بس ممكن وهي بتجيب حقك تكبر المشكله بدون ما تقصد، ممكن وهي بتجيب حقك وهي بتفكر كده شويه تراجع كلامك فتعرف ان انت غلطتي في موقف، ممكن وهي بتجيب حقك تحس ان انت طول الوقت بتشتكي زي ما اشتكيت لها هتشتكي لاي طرف تاني، هتبدا تقلق، وفي نفس الوقت هي هتزعل علشان ابنها وانت الطرف الثاني اللي هتزعل عليه، فده لا طبعا ده مش محبوب، حتى لو هي جت وخدتك في حضنها وطبطبت عليكي وقولي لي ايه اللي بيزعلك وايه اللي بيضايقك، فانت يا ريت تطمنيها وتخليها طول الوقت مطمنه ان انتوا عايشين كويس. وفعلا الموضوع ما بيبقاش كبير قوي ان انت، ولو في موضوع كبير محتاجه ان هي فعلا تتدخل فيه لان هو مش هيسمع لحد مثلا غير والده او والدته. انت هنا بتبقي لو انت هتدخلي طرف ثالث فانت بتعرفي ان انت وهو الحوار بالنسبه لكم زيرو، مش عارفين تحلوا موقف، مش عارفين تتكلموا، عايزين طرف ثالث، انتوا الاثنين هتوافقوا على ده،
يعني انت ما تروحيش تشتكي عشان انت مش عارفه تحلي او العكس، لا هو انتوا الاثنين هتاخدوا راي بعض ان في طرف ثالث هيدخل، والطرف الثالث ده مش لازم يبقى حد من عيلتك او من عيلته، لا يبقى حتى طرف في رايه وبتثق في رايه وعنده الخبره كمان الكافيه ان هو يديك الراي الصح ويكون بيحبك، وده اهم حاجه. طبعا دكتور، طيب دلوقتي احنا بنتكلم لو في يعني العيلتين طيبين، الاب والام هنا طيبين والاب والام هنا طيبين، يعني حماتك طيبه وحماك طيب والعكس صحيح، في بقى ممكن يعني بتصادف بعض العائلات ان ممكن تكون الحما مثلا مش طيبه والحما طيب والعكس صحيح، ممكن يكون الحما هو اللي مش طيب يعني واحد فيهم ممكن يبقاش كده يعني مش بالع الزوج ولا بالع الزوجه مثلا، العكس يعني. ايوه صح. التعامل هنا يكون ازاي سواء كان بالسلب او بالايجاب، يعني انت عملت حاجه ما عملتش حاجه او هي عملت حاجه ما عملتش حاجه، فالموضوع مش مفيش تقبل. جميل. ازاي التعامل هنا يتم بشكل ما فيهوش مشاكل وبرضو لا الابن ولا البنت تخسر اهلها؟ الوضع ده من اصعب يعني الحلول اللي ممكن نلاقيها، لان البنت هنا بتكون برضو او الولد برضو بيكون قلبه مع الطرفين، مع مراته ومع اهله، او البنت نفس الكلام. طيب خليني اقول لحضرتك ان اكيد في اسباب، مش شرط ان هو نقول مش طيب، لا هو مفيش حد اسمه مش طيب، في حد اسمه شويه متسلط شخصيته قويه، فهو حابب ان هو يفرض شخصيته، فكان ليه راي قبل الجواز في الطرف اللي انت اخترته والطرف اللي انت وافقت عليه، وكان في الام مثلا او الاب كانت موافقه، فبالتالي هو حس ان هو لا انتوا كلكم جيتوا عليا وكلكم اتفقتوا او اجتمعتوا ان انتوا هتاخدوا الشخصيه دي وهتضموها لعيلتي، انا رافضها وهفضل رافضها. ما تجيش تشتكي لي تاني بقى، ما تجيش تشتكيني تاني، وهفضل طول الوقت اللي هو مترقبك. الشخص الطرف التاني الجديد على العيله هيفضل هو مترقبه طول الوقت، ليه؟ لان هو كان شايف حاجات فيه مش مناسبه معاهم، سواء كان اختلاف بقى في الثقافه، اختلاف في الطباع، اختلاف في ايا كان ايه هو اللي كان شايفه مختلف، فهو طول الوقت هيفضل رابطه. طيب نقرب ازاي او نقنعه ازاي بينا؟ المعامله الطيبه بتجيب نتيجه، الحب لما بيبان في التعامل بيجيب نتيجه. انت حاسس ان طول الوقت في كلاش بينك وبين الطرف اللي قدامك، قلل التعامل شويه، وريله الحلو اللي فيك اكتر ما توريله اي مواقف سلبيه انت ممكن تعملها، وحافظ قوي وانت بتتعامل معاه، يعني تتعامل معاه شويه وانت واخد بالك ان تصرفاتك كلها محسوبه عليك، تحفظ شويه بالظبط كده، لكن هو يفضل مترقبك لفتره طويله، وممكن كمان ما يوافقش ان هو يتعامل معاه غير لما يطمن لك، وحته انه يطمن لك دي هتيجي منك انت. صح والله يا دكتور، يعني انت عندك حق، بس هو غير مريح يعني برضه يعني غير مريح، يعني غير مريح. اه والله تحس انك تحت المنظار دي بالظبط، ده احساس غير مريح طبعا، ده احساس غير مريح. بس بما انك وافقت وانت شايف الوضع ده من الاول، فانت لازم تكمل، ما عندكش اختيارات. صح. انت لازم تكمل وتكمل بذكائك وباسلوبك، وممكن كمان تغير من طبيعه شخصيتك وانت بتتعامل مع الطرف ده، مش شرط تكسبه، لكن شرط ان انت تبقى قدام منه طول الوقت ما بتغلطش او غلطاتك مقبوله، يا طقطق تخلص. يعني خليني اقول لك في ناس تاني بتشحن لك طقطق، مش شرط الطرف ده وبس. انا بتكلم واقعي شويه، يعني انا طبعا احنا دايما بنقول ان الطاقه الايجابيه طبعا هي دي اهم حاجه، بس برضو كل بني ادم بيبقى ليه معدل معين، بعد كده بيبتدي يحس ان هو وقت ما تحس ان انت طاقتك بتخلص وقف التعامل شويه علشان ما تغلطش. لما انت تحس ان طاقتك خلصت فهتتصرف بطبيعتك، بل بالعكس ده انت هتتصرف مع الشخص اللي متحفز ليك انت شخصيا بطريقه ان فيها نوع من الحده، فاول ما تحس ان انت خلاص مش قادر تتعامل وقف تعامل، وده هيبقى لمصلحتك انت. حلو قوي. نروح نروح لنقطه ثانيه اللي هي بقى بتاعت الاخوات، يعني مثلا اخوات الزوجه او اخوات الزوج سواء بنات او ولاد والعكس صحيح. تمام. دايما بنسمع عن المشاكل اللي هي ايه، مثلا في غيره، في دي ما سلمتش، دي ما عيدتش عليا، دي ما قالتليش كل سنه طيبه، دي ما جابتليش، دي ما عملت، وحاجات زي كده. في علاقات بتبقى ناجحه جدا، وفي يعني مصانع الحداد زي ما احنا بنقول. تعرف ليه في علاقات بيبقى فيها مشاكل بين الاخوات وبينهم وبين بعض؟ لان دايما بيبقى في حته عمليه المقارنه، او بمعنى اصح لو انت قريب مني طول الوقت، يعني مثلا بنتغدى مع بعض، بنخرج مع بعض، او بيوتنا شويه مفتوحه على بعض، فبتبدا انت تعرف تفاصيل المفروض ما تعرفهاش، فلما بتبدا تعرف تفاصيل شخصيه قوي او جوه البيت قوي تبدا تعمل عمليه مقارنه، ومن خلال عمليه المقارنه دي لازم يحصل مشاكل، لان احنا مش متشابهين يعني مش متشابهين او مش قريبين من كل حاجه من بعض. فخلينا نقول الحدود اللي كنا بنتكلم عليها في اول الحلقه، ان انا ازاي اعمل حدود بشياكه وبنوع من انواع الحب برضو، فانا اعملها مع اي حد حواليا، مش شرط ان يبقى اهلي وبس، اصحابي، اخواتي، زي ما حضرتك بتقول احيانا بلاقي اخوات ساكنين مع بعض في بيت واحد بينهم مشاكل كتير قوي، وفي تاني اخوات بيبقوا ساكنين مع بعض في بيت واحد وعشان حاطين حدود فلا
المشاكل العادية مش المشاكل اليومية اللي ممكن تكبر بدون انت ما تكون واخد بالك من ده، او توصل للكره، او توصل ان احنا مش هنتعامل تاني. الغيرة موجودة بيننا كلنا وده طبع، بس لما تزيد شوية عن حدها بتعمل مشكلة. فانا المفروض احمي نفسي ازاي؟ ان انا احط حدود في تعاملاتي كلها. اخلي بيتي شوية مقفول عليا، اخلي حواراتي انا وجوزي شوية بيننا. معلش برضه دكتور، هنا موضوع يعني الحد شويه من التعاملات في بيت العيله بيكون اصعب شويه. ما هو أنا دايما هنا لو الاب والام متواجدين وبيت عيله موجود، دايما بتلاقي لازم يكون يعني الحياه ما فيهاش خصوصيه بشكل كبير. طيب اتعامل، وده بيحصل في بعض الاماكن وفي بعض القرى، يعني ده شيء معتاد يعني. يعني خليني اقول لحضرتك اتعامل، وانا بتعامل احس ان انا بحب اهل جوزي وانا بتعامل معاهم عشان يبقى التعامل شكله شيك وشكله حلو. لكن في حاجات انت ممكن تبقى انت عارف ان حاجات شخصيه بتاعتك، ولو اتحكت تجيب مشاكل، فانت تعمل كنترول على نفسك. واحنا قلنا دايما التعامل بحب وبذكاء. عارفه احنا هنفضل نتكلم ونقول ونعيد ونزيد، وتفضل المشاكل هي وتفضل ان شاء الله. لا يعني الموضوع بيبقى صعب جدا، بس يعني نوره في الاول حذرناك عم ضياء، حذرناك يا دكتور، ومش دكتور عارفين نعمل ايه اكتر من كده. جدا جدا وبنشكرك جدا على وقتك وانتي معانا. شكرا لك، شكرا لك يا دكتور، شكرا لحضرتك يا دكتور. طيب يعني يا رب تكون استفدت. يا رب نوره ما تكونش جمله ضايعه، والبيوت تفضل زي ما هي كويسه. ها يا نوره. يا رب يا اخويا. طيب لسه مكملين معاكم بقيت فقراتنا، بعد الفاصل بقى نستقبل معاكم صوفيا زاده، وطبعا يعني اي حد ليه حلم ليه بقى رؤيه الفقره بتاعتكم. بس هنتكلم النهارده عن الاحلام والرؤى التحذيريه شويه من خلال الفقره، خليكم معانا. طيب ورجعنا تاني، والفقره طبعا المحببه لينا كلنا وطبعا كمان لحضراتكم، فقره الرؤى والاحلام مع صوفيا زاده. النهارده بقى يعني ايه كالعاده هنتكلم عن الموضوعات بتاعتنا الخاصه بالاحلام، لكن في جزئيه خاصه شويه كنا كل شويه عايزين نتكلم فيها بقالنا فتره، بس ايه مكالمات حضراتكم دايما بتخلينا ناجل الموضوع، وهي عن الاحلام والرؤى التحذيريه في المنام. عباره عن ايه وازاي كمان نعرفها؟ يا صوفيا اخبارك ايه؟ ازيك يا فاروق؟ طمنين عليكي. انا كويسه الحمد لله، ربنا يطمن عليكي دايما كده. وانا سعيده طبعا مع الساده المشاهدين طبعا. حبايبي وحشتوني، يعني بقالي فتره ما جيتش يعني. نورتينا يا صوفيا كالعاده. ميرسي يا فاروق، ربنا يخليك. طيب دايما اكتر حاجه ممكن تشغلنا واحنا نايمين لما نشوف احلام مزعجه او احلام مش فاهمينها، ازاي نعرف الاحلام التحذيريه في المنام؟ بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاه والسلام على اشرف الخلق سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. بص يا فاروق، هم قسموها العلماء تفسير الاحلام، قال لك ان هم اكبر 10 تحذيرات موجودين في حاجه معينه، يعني هم هعدهم لك. تمام. وفي طبعا انا عندي، انا مش 10، انا عندي كتير، يعني انا على حسب حال الرأي. تمام. اولا بدايه نعرف ان اي حاجه فيها كسر، فيها تقطيع، فيها لا قدر الله يعني انقلاب حاجه بقى وقعت مش عارف ايه، ده كله سيء جدا، ده وحش. نمره واحد، غضب الوالدين عليك، يعني ان الوالد يزعق فيك او الوالده تزعق فيك، ده ان دل على شيء يدل على انك ابن عاق، فحاول ان انت تصلح امورك، لان رضاء الام والاب من رضاء الله. دي نمره واحد. نمره اتنين، التعري في المنام. ان الانسان يجد نفسه عاري والناس بتبص عليه وهو مكسوف، ده معناه لا قدر الله افتضاح امرك. فحاول ان انت تتصدق بسرعه، لان الامور كده هتضيع مننا. تمام. نمره ثلاثه، مش وقوع الاسنان بقى، لا، تلف الاسنان. تلفها يعني تلاقيها مسوسه، تلاقيها لونها اصفر، لونها اسود، مش عارف ايه، مهدمه كده، ده معناه خلي بالك ان انت علاقاتك الاسريه مش كويسه. ربنا بيحذرك تحذير من على اخواتك، على اهلك، على عشيرتك، ان انت انسان غير يعني مش اهل ان انت تمسكهم. دي حاجه. الامتحان اللي كل الدنيا بتشوفه، ما لحقتش الامتحان، حاولت ان انا انزل الامتحان واحله، ما الاجابات اتاخرت، مش عارف ايه، كل دي احلام تحذيريه. تمام. طيب ايه تاني؟ الركوب اي دابه بس تتفك الاجابه منك،
يعني مثلا حصان مش مسيطر عليه. ده معناه ايه؟ معناه ان المرأة يعني مخطئة في حياتها مع زوجها، يعني بتغشه او بتخونه او ايا كان، تمام؟ لو السيارة بتدوس فرامل مش بتقف، ما بتقفش، هي برضو المرأة، لان اصلا الـ الـ مش الحصان، العربية حياة، الحصان اصلا معناه ايه؟ يعني ايه تطلق جماح افكارك وشهواتك وكده، لكن لما تكبت جماحها بال يعني الافكار، يعني اسمه ايه ده؟ السرعه بتاع الحصان اللي هو اللجام بتاعه، اللجام. لما تمسك اللجام معناه ان انت مسيطر. فكون ان الحاجه من غير لجام ولا تقييد ولا اي حاجه، يبقى ست حاجه خارجه عن السيطره، يعني ست ماشيه على كيفها. حاجه خارجه عن السيطره، أو لو الست بقى هي اللي قائده، قائده البيت، مثلا جوزها لاي سبب ما مش موجود معاه، ما بيصرفش، بخيل، ايا كان، وشافت انها مثلا برضو بتفك منها اللجام، خلي بالك ان جوزك ده ميل في حته تانية، تمام؟ برضو خلي مع بالك، مع ان يا صوفيا الفرس او الحصان في المنام دايما يقول لك دي حاجه كويسه، الخيل على نواصيها الخير الى يوم القيامه، تكون بلجام، بلجام كامله. طب لو مفيش لجام خالص وانت مبسوط وانت يعني عادي جدا معاك الحصان؟ بص، ما هي دي الحاجات الشهوانيه بتاعت الدنيا والاغراءات الدنيويه. يعني ايه؟ مش عارف، هشتري فيلا، هشتري عربيه، يعني بص كل حاجه في الدنيويه كده، الخيل على نواصيها الخير الى يوم القيامه. حلوه، تمام. طيب ايه تاني؟ قلنا العربيه من ضمن الحاجات، العربيه مع انها العربيه والحذاء حياه كويسه، لو انت سايق عربيه كويسه تبقى دي حاجه كويسه. لا، انا هقول لك بقى، الست لما تشوف جوزها سايق عربيه جديده معناها هيتجوز عليها واحده تاني. يا ساتر يا رب. ليه كده يا صوفيا؟ بس لو العربيه قديمه يعني لا عادي، لو عربيته هو اللي سايقها مش لا دي مش ما فيهاش. طب لو هو مش متجوز مثلا وشاف انه حلو، هيتجوز واحده جديده، ست جديده حلوه، بكر دايما يقول لك العربيه الحياه كويسه، اللي هي ان انت لو ماشي بعربيه كل على حسب ماركه العربيه وحسب سرعتها وحسب ان انت متمكن منها. دي بتبقى الست المراه، تمام، عارف تدور حياتك يعني، تمام. في بقى لا قدر الله بقى الكسر، وقوع الحيطه، تمام، دي حاجات بقى الحيوانات كلها، الفواسق الخمسه اللي هو الغراب، الحدايه، الفأر، الكلب العقور، والثعبان، وفي روايه اخرى العقرب، تمام. وكمان ضيف ليهم العنكبوت، كل الحشرات، العنكبوت والنمل، كل الحشرات فيما عدا الجراد والنحل. والفراش برضو خلي بالك، الفراش دوشه كده و... طب والحاجات اللي فيها مثلا الناس ممكن تشوف ابراص، تشوف زواحف، الحاجات دي. اول حاجه التعبان الاسود معمول لك سحر على طول، يعني لازم تدور على راقي شرعي يرقى يرقيك وكده، او انت ترقي نفسك. الاسود خصوصا لو اتلف عليك ولا اذاك ولا عمل لك اي حاجه. المزركش ده اعداء حواليك، يعني في كل حته، تمام. الابراص والكلام ده، الابراص ده امراه دايما بتبقى ست، سبحان الله، زي الفار كده، الفاره دايما بتبقى فاره. ما هو فار، الفار جاي من فار. فالبرص نفس القصه، البرص بقى بيفتن في المشاكل ويكبرها بيبخ في النار، ولا ويزيد، يحط بقى التاتش بتاعه، يعني امراه يعني ايه، بتولع الدنيا وتحط التاتش بتاعها بقى في المشاكل. يعني دايما الابراص بتكون يعني ستات، كلام ستات، ممكن بيطلع من كلام السيدات، باطل، كلام باطل، كلام باطل، واحده وطالع من واحده كده ايه، صفراء من جوه كده، نيتها سودة. هي دي الابراص، لان البرص لو ايه لا يقبل يعني في اي حال من الاحوال، تمام. طيب ايه تاني؟ الحسد والساحر والحاجات دي ازاي تتعرف؟ والله بتتعرف، يعني بتتعرف ازاي؟ دخلني في سكه ثانيه. لا، مهم جدا برضو الناس نعرفها برضو التحذيرات دي. ما هو الرسول صلى الله عليه وسلم قال لك تعلموا السحر ولا تعملوا به. بيبان على البني ادم اولا المسحور، بيبان عليه ازاي؟ ده الفراسه بقى، علم الفراسه، ادرس علم الفراسه تعرف اللي قدامك مسحور او مش مسحور من الفراسه. طبعا. بص مبدئيا كده، حاجات الابجديات، ان بيكون البني ادم تايه، يعني كده تحسه مش معايا كده، ملكوت تاني، ايه؟ ملكوت تاني خالص، سرحان. بص ما بينامش كويس، دايما بيفكر ويفاجئ ان هو بيفكر في حاجه مش عارفها ايه، يعني في هوا، شارد في حته في هوا كده. تمام. عينيه مش مستقره، عينيه دايما رايحه شمال ويمين كده، زي ما بيقول مترقب حاجه،
ما بيبقاش حركات ايديه البادي لانجوج بقى الحاجات دي، حركات ايديه ده يعمل كده رجليه كتير كتير، يهز رجليه يهز رجليه او يعمل في طقطقه طقطقه كتير كل انت بس انا يقعد قدامي الواحد تعرفي لمده نص ساعه بس اقراه من اوله لاخره بجد؟ اه من قريتك اهو. طب انا يعني انا كويس طيب ولا انت زي الفل؟ الحمد لله الحمد لله عدينا الحمد لله ربنا يسترها. طب بجد الواحد ازاي يعرف في الحلم ان دي حاجه يعني تحذيريه؟ والله بص انت بقى من اشخاص أقول من بقى علامات معينه ممكن على فكره يجي لك المنام زي ده وتصحى مش مؤثر فيك. ايوه انساه انساه، هو ما هو الا شيطان دخل بس عشان يحزنك. مش الرسول صلى الله عليه وسلم قابل واحد قال له يا رسول الله رأيت إن رأسي قطعت وتتدحرج أمامي، قال له لا تقصص ما يتلاعب بك الشيطان، يعني ما تحكيش حاجة على الشيطان أضغاص بقى بس كده. لكن في حاجات خلي بالك منها وانتبه، يعني أنا أكيد مزعلة أمي، أكيد مزعلة أبويا، اللي يجي في النوم يزعقلي ولا أشوف حد من الأولياء يولي وجهه عني أو أشوف إن أنا بصلي عكس القبلة، دي كلها من التحذيرات من التحذيرات. التحذيرات اللي ان انت اللي بيصلي عكس القبلة ماشي غلط، آه. ماشي ضد القانون او ضد الشرع. طب اللي بيشوف نفسه ان هو شاف حد من اولياء الله الصالحين، شاف الكعبة، الكلام ده حلو حلو. اهم حاجة تشوف الكعبة ببهائها وجمالها، تمام، وتعرف تدخل جوه، لان في ناس بيروحوا لحد هناك بيلاقوا الباب مقفول، لكن تخش وبتبتدي في المناسك دي، دي بشارة اولا بزواج للي هو مش متزوج، لو رغبة يعني انت نفسك خير فيها فعلا هتتحقق، زيارة البيت زي ما هو بإذن الله هتتحقق. فبشارة حلوة قوي. من الحاجات برضو التحذيرية التخويفية اللي هي ضياع فردة الحذاء. حذاء فردة الحذاء ايا كان بقى الحذاء، صندل شبشب جزمة يعني ايا كان، ده معناه ان الزوج او يعني الشريك ده هيضيع، يا اما هيضيع بموت بفقد، يا اما هتاخد واحده والله برضو ما هي حتى في الاحلام بتفكروا في ده يعني، حتى يا سلام. حتى في الاحلام حتى في الاحلام انت عرضه للخطف عرضه للخطف بس فدي من الحاجات. وبعدين في حاجات تانية بقى زي مثلا واحد لقى ايده اتكسرت، رجله اتكسرت، جاله ضربة نار، ضرب نار طلق ناري، ده مش محمود في الرؤية ابدا. ازاي اعرف في دايما الواحد يقول لك ايه لو انت مقبل على شيء معين اعمل له طبعا يعني من اهمها استخارة، صلاة الاستخارة. ازاي اعرفها؟ هقول لك. وازاي ايه اللي يبين لي الحاجة دي اقدم عليها او حتى لو من غير استخارة ما اقدمش عليها؟ بيبان ازاي؟ هقول لك على حاجه. مبدئيا لما انت بتصلي الاستخاره ما تنتظرش بعدها رؤيه، تمام، ولكن انتظر يا اما قبول يا اما قفل الموضوع، تمام. ربنا سبحانه وتعالى بيقول مش من نصيبك، يعني متيسره او غير ميسره بالظبط كده. يعني انت عارف يا فاروق انت لو في امر انت يغلبك يعني وعايزه بسرعه، عايز تعمل بسرعه يعني الاستخاره، بتفتح المصحف فتحة عشوائية وتشوف الآية، تشوف لا مش الآية، بتقرأ على الناحية اليمين عدد الخ كام، خ دي خير، وعدد الشر كام، الشين، وإذا كان الخير أكثر غلب على الشين، الخ على الشين، يبقى توكل على الله اعمل الحاجة دي خير يعني. والتانية لو غلب الشين على الخ يبقى شر، يبقى ما تعملهاش تاني او ابعد عنها. دي الاستخاره السريعه جدا. ده بجد الكلام ده؟ ده عندي استخارات كتير، دي اسرع حاجه بعملها لما اكون عايزه اروح مشوار. بتبين لك بتبين لي بسرعه كاشاره يعني، ما الواحد ما يتحركش الا باذن الله. طب وفي الحلم بتيجي ازاي؟ يعني في المنام بتيجي ازاي؟ في المنام بقى يجي بقى حد من الصالحين، طبعا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتمثل به الشيطان ابدا، تمام. فقول الرسول حتى لو كان جاي على قد حالك، يعني على قد حالك كامام مسجد او والدك او عمك، ده حالك انت ان انت تشوف الرسول، قال لك 1 2 3 4 ده اوامر، دي اوامر. بس في حاجات تانية الرسول ما يتمثلش بالشيطان، بس الشيطان ممكن يتدخل في الكلام. يعني ايه؟ يعني خليك مثلا يجي يقول لك مثلا حاجه ضد القانون او ضد الشرع، حاشا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يعمل حاجه زي دي، فطبعا دي بنلغيها خالص. طيب صوفيا عايز اعرف برضو منك، يعني في احلام معينه ممكن تكون
تحذيريه بيخش فيها حد فقط حد معين في المنام مثلا حد من معارفه حد من قرايبه يقول لك ده انا قايم مش مبسوط من المنام حاسس ان يعني يشوف الميت ده حد توفى في حاله وحشه يعني حد توفى حد عايش بس توفى موت الاب او الام او حد المنام. من اللي يعرفه من الحبايب يعني والاصحاب اولا موت الاب او الام انقطاع رزق قفل باب رزق تمام لو الام ماتت وصحي التاني فده معناه امر هتتعثر فيه في شغلك وهيتفتح تاني حيأذن الله ويتفتح تاني دي نمره واحد نمره اتنين لو حد من الاصدقاء او حاجه يعني راح مثلا ولا حاجه طبعا يؤخذ اول حاجه الاسم يعني ايه الاسم ليه دلاله عظيمه في التفسير فبناء على الاسم ده يبقى ضياع الحاجه يعني مثلا واحده اسمها اسلام مثلا وماتت مثلا شفت انها ماتت معنى كده ان انت محتاج ان انت تحيي دينك وتحيي سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم الاسلام مات عندك تمام او انت اغضبت الله لدرجه ان انت خلاص بقيت مش يعني مات عندك الضمير ضميرك طيب ناخد معاك يا صوفيا بعض الرسائل اللي جات لنا على الصفحه بتاعتنا ماشي يا جماعه عشان برضو الناس تبقى عارفه احنا صفحتنا على الفيسبوك اسمها البلد انبوكس هتلاقوا كده ايه علامه انبوكس موجوده كده بالشكل الاحمر بتاعها طيب ناخد معاكي بعض الرسائل في حد بيقول ان انا حلمت هو الاسم راح مني بس انا لسه قاريها دلوقتي حد بيقول انا حلمت ان 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 انا حد بيقص لي شعري بنت وحشه الرؤيه دي طبعا بص انا بعتبر ان قص الشعر هي نقصان نقصان للزينه هو دي برضو من ضمن الاحلام التحذيريه ان الشعر ده زينه المراه واذا جه حد اغتصب الحاجة وجز الشعر أو قطعه أو قطعه بسكينة أو قطعه بحاجة ده معناه خسران يا إما الصحة يا إما الجمال يا إما الزوج يا إما العيال على حسب هي مش حكية تفاصيل حلمها يعني أيوة قصت لك شعرك ده أنت راضية الفورمة الجديدة راضية عنها القصة الجديدة يبقى ده تغيير في أحوالك أي نعم فيها الناس شايفة أنها يعني مثلا واحده تتجوز بس تتجوز واحد ماليا مش احسن حاجه مش غني اسمه نقله في حياتها بس الناس شايفه انها نقله ما تستحقش يعني تمام. كده يعني طيب ناخد برضو معانا في اسراء بتقول حلمت بسيده اعطتني بوكيه في بدل الورد بيتي فور واعطت زيه البنت شبه الممثله مش واضح يعني والبنت دي اشترت كوبين من القهوه كرتون واعطتني كوب والكوب الثاني اتدلق عليا وكانت لذيذه ووجه القهوه كسر بس خسرته يعني اتكب بقى بس هو كانوا اتنين كان في كوبين يعني بص بقى اولا البوكيه الحمد لله ان هو مش ورد احنا متفقين ان الورد وحش في المنام لكن البوكيه بيتي فور يعني في حاجه هي قالت انا دقت معلش ما زقتش هي بتقول هي دقت القهوه يعني مذاق القهوه كان لذيذ وبعدين بعدين اتدلق منها؟ لا ما اتدلقش طب كويس الحمد لله طيب هو عموما شرب البنت العزباء للقهوه معناه انها تحصل على ما تهواه وتشتهيه القهوه جايه من الهوى خدت بالك حاجه يهواها قلبه هتحصل عليها والبيتي فور ده اي معجنات حلوه كده طب ممكن يكون بن ايوه حلو لو لا يعني بس هقول على حاجه ايه بقى لو انت شفت نفسك بتعمل القهوه ده فيها انشغال بال وعقلك بس تيجي لك لحد عندك وتشربها ده كده انت مرتاح كده لطيفه كده طيب كمان ايات بتقول حلمت اني لبست حذاء اللي هو طويل شويه هاف بوت يعني وكان كعبه حوالي 5 سم ويعني شكله شموع ولونه لون الجملي وكنت فرحانه بيه جدا وانا عزباء بس يعني هل ده ليه علاقه صح اتكلمنا من شويه عن موضوع الاحذيه اقول لك على حاجه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كان بيتفائل بالحذاء اللي لونه جملي بيقول لك ايه يعني. اللي هو العسري ده بيقول لك ان هو يعني ما عايز مشوار ينقضي عايز مشوار ينقضي روح بالحذاء ده ان شاء الله يعني بينقضي بامر الله يعني بيتفائل الرسول صلى الله عليه وسلم قال على طول تفائلوا اياكم والتشاؤم يعني دي نمره واحد معنى كده انها تلبس هاف بوت ومش عارف ايه وكده خلي بالك هتتجوزي راجل الشوموزيت ده معناه راجل من يعني ليفل عالي تمام الكعب العالي ده عنده كبرياء وغرور خلي بالك دي صفه مش حلوه فيه
لان الكعب العالي مش مستحب في الرؤيه. وكمان في بعض التاويل لسيدنا الامام ابن شاهين بيقول لك ان الكعب العالي عنده صبي، عنده ولد، يعني هتتجوزي راجل بولده مخلف عنده ولد. في كلام فوق. طيب برضو فرح بتقول حلمت بحنة خطيبي السابق، ده معناه ايه؟ هو عموما الحنة فرحة، الحنة فرحة، ولكن بالمثل يعني من حضر القسمة فليقتسم. هيتجوز الواد ده، هيتجوز هو خطيبها اللي فات بقى خلاص، خلاص هيتجوز. انت حاطاه في دماغك ليه؟ ما خلاص اللي فات مات. طيب حنان بتقول حلمت بأبي المتوفي جاء وكلمني ولا يلتفت لي. زعلان، غضب برضه، ادي غضب. رضاء الام والاب من رضاء الرب. يعني ايه لما تلاقي والدك مولي وجهه عنك، ما بيكلمكش، مش مديك ريق كويس، بيضربك، بيعنفك، يعني بيبصق عليك، عزكم الله وانتم بكرامه. كل ده مش كويس في المنام، لازم الاب يجي يحتوي ويطبطب ويدلع. طيب سريعا، ميرا بتقول دايما بحلم بنار بتهب فيا وبفقد النطق. وحشه خالص بعدها دي. وده حلم متكرر. لا 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 لا، دي سيئه جدا، خلي بالك من نفسك. النار دي فتنه، فتنه. بصي البت دي عندها مس على فكره، لان ده بيبان من خلال الرؤيه دي. طبعا يعني ترقي نفسها. عندها مس، لازم ترقي نفسها، لان الشيطان مخلوق من نار، تمام؟ فكل ما هي يمسها يعني يحصل لها المس بتقيد فيها النار، فده معناه انها خلي بالك انت عايزه رقيه شرعيه كامله تمشي عليها لمده معينه، وايات من القران. خلي بالك سوره النجم والبروج والقلم بالحاله دي والصفات. طيب الحاله دي بينهوها تماما، ربنا يحفظها يا رب ان شاء الله. طيب اسراء بتقول حلمت بماما واخي بيطبخوا لحم جمل بالارز مع بعض، ومع انه قرب يستوي بس اخي زود الميه شويه وقال علشان الارز يستوي احسن. وكمان انتبهت لذيل الجمل وهي عزباء. بص في فلوس جايه لهم، تمام، بس الفلوس ده هتطول قوي، يعني يقول لك، حتى يقول لك ده ايه ده لحم جملي، يعني ايه من طول المده دي معناها، تمام. وبعدين حته الديل، الديل ده عقب. يعني ايه؟ يعني هياخده ميراث، تمام. بس هيطلع لهم في الميراث حد للكلى الكبيرة، اللي هو الديل ده. الديل دايما عقب الحاجة، يعني ابنه كده يعني، فاهمة؟ طيب مي بتقول دايما بشوف عمي المتوفي في المنام، بس دايما بيجي وانا خايفة منه وبصحى مفزوعة بسببه وبيجي ساكت. والله بص يا حبيبة قلبي، لو هو كان في حياته بيرعبك وبيخوفك وكده، فبتبقى من الرؤى الشيطانيه ان انت تشوفي بني ادم بتخافي منه يطلع لك في النوم، فهو ده معناه ان الشيطان فاهمك. ما هو القرين لما يعيش مع بني ادم كتير بيفهمه ويقراه، لكن احنا ما بنعرفش نقراه. القرين ما هو القرين معانا على طول، هيروح فين؟ انا بقول لك يا جماعه، بصوا ما شاء الله انتوا بعتين رسائل كتيره جدا جدا، يعني عايزين حلقتين ثلاثه، فطبعا حاولنا على قد ما نقدر كده. ايه النهارده حتى ما خدناش تليفونات عشان نخلي ايه الرسائل بتاعتنا هي النهارده اللي ممكن ايه غلب علينا شويه يعني، ونوضح برضو بعض المفاهيم والحاجات اللي كانت خاصه بالفقره، ان احنا نعرف ايه الرموز اللي ممكن تقلقنا شويه من خلال الاحلام. سيف نورتنا كالعاده. الله يخليك. شكرا يا جدا ليك، انا ببقى سعيده معاك والله بجد. شكرا جدا. خلاص كده خلصنا احنا؟ ده احنا افورنا كمان. شكرا جدا ليكي، وان شاء الله نتقابل تاني على خير باذن الله. الله يخليك يا فاروق، الايام المقبله. مع السلامه. وبكده خلاص حلقتنا النهارده خلصت معاكم من انبوكس، وبكره ان شاء الله معاكم حلقه جديده الساعه 6:30. انتظرونا. يلا سلام.